السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل، القناة التعليمية. في محاضرة سابقة كانت للأستاذ الفاضل أبو مازن الأهنومي من اليمن، وحديثه حول الخلية اليابانية وتفاصيل مهمة حول تلك الخلية. تساءل كثير من الإخوة النحالين، نريد أن نشاهد ذلك على أرض الواقع. وعدت أغلبهم بتفصيل مهم حول هذه الخلية أو تطبيق عملي في تصميم هذه الخلية، ومن اليمن قمت بتصميم الخلية على أسس علمية دقيقة من ناحية الأخشاب وتفاصيلها وما إلى ذلك. لا أطيل عليكم، تطرقت فيها لعدة جوانب، وبالأخص أن الخلية جعلتها أوسع من الخلية اليابانية. الخلية اليابانية 20 في 20، أنا جعلتها 30 في 30. هي تجربة وتظل تجربة حتى نقوم بدراستها على أرض الواقع ومناخنا في اليمن، حتى نوردها لجميع الإخوة العرب بفكرتها كما هي، أو نقوم بتغيير بعض التفاصيل. لا نذهب بعيدا، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية. طبعا كما وعدناكم، تجهيز خلية اليابانية. هذا الذي تشاهدون أمامكم هي الألواح أو الأخشاب التي قمنا بتقطيعها حتى نقوم بتجهيز القاعدة والصناديق، عبارة عن ألواح خشبية. اللوح الخشبي 9 ملي اللي هو تحت القاعدة مباشرة. بالنسبة للأخشاب الصغيرة التي رميتها أمامكم هي 4 قطع، وبالنسبة للأخشاب أو بقايا الصندوق هي كما تشاهدون عبارة عن 3 أدوار. أما من ناحية تصميم القاعدة فهي على النحو التالي: أبلكاش 9 ملي، مرابيع كما يقال بالعامية عندنا أو قطعة أخشاب بسمك 3.5 سنتي، وقمنا بتثبيتها على القاعدة. هذا الذي تشاهدون أمامكم الآن هي الصندوق أو أحد الصناديق، سمك الخشب 3.5. المساحة من الداخل 30 سنتي. طبعا الخلية اليابانية أنتم تعرفون أنها 20 سنتي، لكن أنا قمت بتوسعة الصندوق قليلا، أوصلته إلى 30 سنتي بحكم المرعى يطول عندنا. حتى لو مررنا بالصيف والخريف فلا مشكلة من ذلك. اللوح أو الفتحة الداخلية 30، يعني إلى الخارج يعتبر 37 بحكم أنه 3.5 × 2 37 سنتي. الزوايا مزبوطة 41 41، هذا دليل على أن الصندوق متوازن من جميع الجهات وتصميمه تصميم صحيح. طبعا الارتفاع الموجود في ارتفاع الصندوق عبارة عن 22 سنتي، وهذا هو الدور الأول الذي تشاهدونه أمامكم مع القاعدة، والدور الثاني كذلك نشاهد من الأعلى. الفكرة حلوة إن شاء الله أنها تأتي أكلها. أصبح الآن 3 أدوار مع إضافة الدور الثالث. هذه هي فتحة السروح 10 سنتي،
الفتحة بارتفاع 1 سنتي أو أقل من 1 سنتي حتى لا نسمح بمرور بعض أعداء النحل. الدور الثاني والثالث أعلاه، ومن الأعلى الغطاء من الأبلكاس 37 × 37 سنتي. طبعا بالنسبة للصندوق، طبعا قمنا باستخدام هذه الأسياخ في جميع الأدوار. هذا الدور الأخير، طبعا هذا شكل السيخ، سيخ أسياخ حديد، قم بإدخالها بهذا الشكل وتثبيتها بهذا الشكل. يمكن سحبها بأي وقت بعد تعديل هذه. طبعا هذه الصندوق الرئيسي هي الغطاء الذي سنقوم بوضع الأقراص الشمعية بداخله. قمنا طبعا بتثبيته بهذا الشكل، الغطاء الخارجي عن طريق البراغي كما تشاهدون. أيوة. إن شاء الله باقي المرحلة الأخيرة نوافيكم بها. هذه المرحلة قمنا بإحضار شمع وتقطيعه بهذا الشكل يعني بمقاسات محددة حتى نقوم بتثبيته في الصندوق من الأعلى. طبعا سنستخدم مسدس الشمع بلاستيك لتثبيت الشموع من الداخل كما تشاهدون الآن أمامكم. نقوم بوضع شمع عن طريق المسدس الحراري، ثم نضع شمع مبني جديد حديث قمت بإحضاره من القبح الذي سأقوم بنقله إلى الخلية اليابانية. بهذا الشكل أقوم بوضع الأقراص المحددة بمسافات أو بالمسافات النحلية المضبوطة، وهذه نقطة مهمة جدا، ضروري تحديد المسافات النحلية بين الأقراص حتى يكون حركة النحل بسهولة ويسر. طبعا ننتقل هذه المرحلة كما تشاهدون أمامكم، أصبح الصندوق أو الخلية جاهزة من الداخل. أعتقد الصورة تتحدث عن نفسها، واضحة تماما. عفوا. هكذا تم تثبيت الشموع أو الأساسات الشمعية المبنية بهذا الشكل وبهذا الترتيب وبمسافات نحلية دقيقة جدا. الآن ننتقل إلى تسكين الطرد. هكذا كما تشاهدون أمامكم، طبعا قمنا بوضع صندوق بالأسفل حتى نقوم بوضع الطرد فيه، ثم نضع الصندوق الأعلى الذي قمنا بوضع الشموع فيه أو الأساسات الشمعية المبنية، الأقراص الشمعية المبنية. حتى اليوم الثاني نقوم بمشاهدة ما تم تجهيزه كما تشاهدون الآن. النحل متكتل ويبني في الأعلى في الصندوق في الدور الثاني كما تشاهدون أمامكم. صراحة شكل رائع ومميز. النحل يقوم بتثبيت الشمع حاليا من الأعلى، وإن شاء الله في الأيام القادمة نريكم إلى أي مدى وصل النحل في البناء وماذا فعل. النحل الآن متجمع مركز على بناء الشمع وتثبيت الشمع الذي قمنا نحن بتأسيسه وتثبيته من البداية. النحل متجمع بشكل كبير في جهة واحدة من الصندوق كما تشاهدون أمامكم. طبعا سنقوم بإزالة الصندوق
الأسفل لأننا لا نحتاج إليه كما تشاهدون الآن أمامكم بالضبط. أصبح لدينا خلية من دور واحد. ننتظر، نترك النحل على طبيعته فترة من الزمن، نتابع الموضوع. طبعا يتحرك من الأسفل، نشاهد إلى أي مدى وصل، وبإذن الله سنوافيكم بكل التطورات التي نطبقها أو نجربها على الخلية اليابانية، وإن شاء الله يستفيد الجميع. إذا نجحت الفكرة سنقول لكم أوكي بإذن الله. طبعا في نقطة مهمة، هذه التي تشاهدونها أمامكم هي مكان الإمساك بالصندوق، قمت بإضافته بالأخير لأنه لم أكن مركز على هذه النقطة، وهي مهمة جدا لرفع الصناديق بحكم أن الصندوق كبير. إن شاء الله الفكرة مميزة. تحياتي للجميع، معكم المهندس عبد الرحيم الجابري من اليمن، السلام عليكم.